سيد غوش، هل تطرح إسرائيليا هذه الإشكالية، إشكالية أن المضادات الدفاعية لم تعد بالقدرة التي كانت إسرائيل تسوق لها لسنوات؟ يعني الرد الإيراني الأخير أثبت عجزا في المضادات الجوية الإسرائيلية، لم تستطع صد عدد كبير من الصواريخ. الجانب الإيراني يقول 90% من الصواريخ أصابت أهدافها. أيضا هذه المسيرة التي دخلت الأجواء وقتلت كما تفضلت جنديين، بالتالي ألا يطرح نعم. إسرائيليا نقطة مهمة تتعلق بالقبة الحديدية وجدواها؟ يعني تطرح بلا شك تطرح، لكن في الخطاب الرسمي العسكري والسياسي هناك لغة، يعني لغة مليئة بالغرور والغطرسة والترويج بأن لدى إسرائيل القدرة المطلقة على وصول أي هدف. يعني هذا تكرر كثيرا، أن يد إسرائيل الطويلة قادرة على الضرب في كل مكان في الشرق الأوسط وعلى الوصول إلى أي هدف. وهذا التبجح بالقدرات العسكرية دفع إلى التبجح بالأهداف السياسية، يعني وهذا أمر قاله نتنياهو في الأمم المتحدة، وقاله حين عرض الخرائط طبعا، وقاله في مؤتمراته الصحفية أن هذه الحملات العسكرية سوف تغير وجه الشرق الأوسط، وأن يعني إسرائيل ستبني شرق أوسط جديد، وتحدث عن قوى النور وقوى الظلام وما إلى ذلك. لكن في دوائر أخرى، في دوائر التحليل والصحافة والرأي العام والهيئات المدنية بما فيها البلديات، يقولون عن تقصيرات ملموسة وعن يعني خروقات وثغرات، لكن عادة المصادر الرسمية تعزو هذه الإخفاقات إلى أخطاء بشرية. يعني مثلا أن ربما أن ما تتعلم جهاز مثلا منظومة القبة الحديدية هي عبارة عن 3 منظومات متداخلة مركبة، نظام رادار ونظام رصد يعني وربط المعلومات ببعضها البعض والتشخيص، هذه محطة بشرية، يعني لابد من وجود أفراد وجنود يرصدون ما يجري ويعطون التعليمات للدفاع الجوي لإطلاق الصواريخ المعنية. هذا الأمر يعني معقد، وبالتالي ليست الآلة فقط هي التي تتدخل بما وصلت إليه من علوم ويعني إمكانيات، بل هناك عنصر بشري، وهذا العنصر البشري عادة يعزى إليه الإخفاقات التي طيب، تحصل. لكن أيضا لا شك أن بعض المحللين يشيرون إلى قدرات جديدة لدى الإيرانيين وغيرهم، وهي قدرة مسيراتهم وصواريخهم على التملص من وهذا الدفاعات ربما يطرح الجوية. كثيرا سيد أبو غوش في حال ما ردت إسرائيل عن الهجوم الصاروخي الإيراني. لا تبدو ملامح هذا الرد واضحا. الأمريكيون يريدون نوع من التريث، أن لا يتم استهداف منشآت نفطية ونحو ذلك. لكن منطلقا من العقلية الإسرائيلية، وربما أنت خبير بها، هل تغامر إسرائيل بضرب مصالح طاقوية ونفطية إيرانية، وهو ربما ما يستدعي ردا إيرانيا قد يكون أكثر حزما؟ هي فعلت ذلك في الماضي، فعلت ذلك مرارا وتكرارا، اما يعني باشكال تخريب سري وعمل سري، او حتى بضربات مباشره لاهداف اخرى ليس بالضروره في ايران. لكن واضح تماما ان هناك رهان على الدور الامريكي، يعني ليس فقط بالقدرات الاسرائيليه، راينا ان الامريكان وحلفائهم يعني تدخلوا بشكل كثيف في مهام الدفاع، ما بالك بمهام الهجوم. هذه مسألة ما زالت عالقة، هناك تصريحات أمريكية متناقضة أو مبهمة، لكن الشيء الرئيسي فيها هو ما نقلته قبل قليل دعوة حرانوت، أن الشيء الثابت الأهم هو أن أمريكا ستكون دائما إلى جانب إسرائيل، بمعنى ربما هناك تحفظات على ضرب منشآت نووية أو منشآت طاقة، ربما هناك توقيت يعني لا يناسب الإدارة الأمريكية، ويفهم هذا التوقيت أنه في غير صالح حملة كامالا هاريس، بل هو أيضا في يعني ربما يؤذي حملة الحزب الديمقراطي ويفيد المرشح ترامب. لكن بلا شك أيضا ثم أنه توريط يعني الولايات المتحدة في حرب كهذه، استهداف منشآت الطاقة، ربما يدفع إيران أيضا إلى خيارات تؤدي إلى المساس بكل إمدادات الطاقة بالشرق الأوسط، بما في ذلك ما يقوله الإسرائيليون طبعا، أنا أنقل هنا تلغيم يعني
مضائق الخليج العربي، أمم وربما أيضا استهداف منشآت أمريكية إذا تدخلت أمريكا بشكل مباشر، والمنشآت الأمريكية منتشرة نعم في الخليج وفي المياه المحيطة بالخليج وبالمياه الدولية، وبالتالي الأمر ليس بسيطا. السؤال هل فعلا إسرائيل تستطيع أن تجر العالم إلى حرب إقليمية واسعة ربما نعم تتحول إلى حرب عالمية؟ ولماذا كل ذلك؟ هناك سؤال جوهري يتنساه الجميع، أن كل هذا كان يمكن وقفه لو وافقت إسرائيل على صفقة تنهي الحرب في غزة. هذه شكرا. المسألة ربما تغيب أحيانا حين تسود لغة الإنجازات العسكرية والضربات والاغتيالات، شكرا. لكن هناك إسرائيليون كثر يقولون أن كل هذه الإنجازات التكتيكية لا تفيد يعني ولا تصب في خدمة استراتيجية واضحة. إسرائيل لا تعرف ما الذي، أو لا يعني لم تحدد ما الذي تريد سوى شكرا مواصلة لك. الضرب والاغتيال والقصف. عذرا منك سيد نهاد بغوش لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك من رام الله، مدير مركز المسار للدراسات السياسية.